جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر مثير شيخ صالح: ما حكمها إن لم تلتزم بهذه العدة بل تابعت مسيرة الحياة لتربية أولادها؟ العدة هي مرور الأشهر والعشرة الأيام عليها، وإذا لم تلتزم بأحكام العدة وهي الإحداد بما يترتب عليه من أمور، إذا لم تلتزم بأحكام الإحداد فإنها تأثم، لكن عدتها تتم بمضي زمانها، تتم بمضي زمانها سواء قصدتها أو لم تقصدها، إلا أن الواجب على المتوفى عنها أن تحد أيام العدة 4 أشهر وعشرة أيام أو أيام الحمل إن كانت حاملا، وذلك بأن تجتنب الزينة والطيب وتجتنب الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلا لحاجة لا بد منها وتعود إليه. نعم. جزاكم الله خيرا. كونها تذكر متابعة مسيرة الحياة، هل المعتدة شيخ صالح تكون قد قطعت مسيرة الحياة؟ المعتدة تلزم البيت كما ذكرنا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب واجله، وتزاول أمور الحياة وهي في بيتها. طيب. من أعمال البيت من الطبخ والغسل وتربية الأولاد والأكل والشرب، إلا أنها تجتنب الزينة والطيب والتحسين وتجتنب الخروج من البيت إلا لحاجة لا بد منها وتعود إليه. طيب. لا، ليس معناها أنها تنقطع عن أعمال الحياة. طيب. لكن تنقطع عن الخروج من البيت إلا لضرورة. طيب. وإلا فإنها تعمل في البيت أعمال الحياة اللائقة بالمرأة. نعم.